استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين سعادة السيد تشايبان يامروبيغ فونغ. وخلال اللقاء أشاد سموه بالنتائج المثمرة لزيارة سموه إلى مملكة تايلاند مؤخرا على صعيد المباحثات الرسمية بين الجانبين البحريني برئاسة سموه والتايلندي برئاسة معالي رئيس وزراء تايلاند، وبما تحقق على هامش المشاركة في منتدى حوار التعاون الأسيوي من لقاءات لتعزيز التقارب والعلاقات بين دول مجلس التعاون ومملكة تايلاند. فيما وصف السفير التايلندي زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى مملكة تايلاند بأنها تاريخية بمفاهيمها وإنجازاتها، وبخاصة المبادرات التي قادها سموه لتقوية العلاقات الآسيوية. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقائه بالسفير التايلندي لدى المملكة عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي وبأهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه وتجسيده واقعا ملموسا يصب في صالح الدول وشعوبها. وفيما أشاد سموه بمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، فقد استذكر سموه بالتقدير والعرفان الدور الكبير الذي لعبه ملك تايلاند الراحل بوميبول أوديلياديج، وبما كان يمثله من رمز وطني أسهم في الحفاظ على وحدة بلاده واستقرارها وتنميتها. وقد أعرب السفير التايلندي لدى المملكة عن تقدير بلاده الكبير لتقديم صاحب السمو التعازي بوفاة ملك تايلاند في القصر الملكي وتسجيل سموه لكلمة في سجل التعازي الرسمي، مما يعكس طبيعة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين.